صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وتحديدا صباحك نور. جمعة مباركة على حضراتكم. مكملين مع حضراتكم نفس موضوع الحلقة اللي فاتت، محاوره كتيرة، أبعاده كتيرة. عايزين نتكلم على كل التفاصيل اللي تخص الإدمان، بس هنكمل النهاردة مع حضراتكم مع أستاذ عطية صبري، معالج نفسي وإدمان ورئيس القطاعات العلاجية التابعة لمؤسسة ريكفري للطب النفسي وعلاج الإدمان بالإسكندرية، وخبرة أكتر من 18 سنة في مجال علاج الإدمان، ومعالج متخصص في الوعي والإرشاد الأسري للإدمان، وسوبرفايزر ومحاضر في مجال علاج الإدمان. أهلا بحضرتك مرة تانية، نورتنا يا استاذ عطيه. اهلا بيكي، عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله، بجد احنا فرحانين ان حضرتك نورتنا تاني، لان الموضوع كبير، ابعاده كبيره. الوقت المره اللي فاتت سرقنا، ما عرفناش نفتح في الموضوع بكل الجوانب، فقلنا لازم نكمل النهارده بقى مع حضرتك. ان شاء الله على خير ولعله خير، وربنا يجعلنا ان شاء الله يا رب. دايما ان شاء الله. وقفنا المره اللي فاتت عند دور الاسره، وعايزين بحس انها هي العمود بتاع الموضوع ده، هي السنتر. دور الأسرة في دور، يعني بتعمل إيه؟ هي الأساس من قبل، في الأول الإدمان خالص، لحد الرحلة ما تخلص ويطلع بني آدم جديد بتأهيل جديد. رأي حضرتك إيه؟ طيب، هو دور الأسرة، قبل ما نعرف دور الأسرة يعني أو الأسرة تعرف دورها إيه، هو في جزئية محتاجين نتكلم فيها باستفاضة شوية، يعني حتة ان الاسرة لما بتعرف او تتفاجئ ان عندها شخص في الاسرة عنده مشكلة او بيعاني من مشكلة الادمان، طبعا هنا بتكون يعني بمثابة التروما او الصدمة عند الاسرة، ان هي مش متخيلة انا عندي حد في الاسرة. بالاضافة انه انا في الاسرة، يعني ناس دايما بتقول ان ولا ثقافتي ولا تربيتي ولا اخلاقياتنا ولا احنا في المجتمع ده، والبيت عندنا كويس جدا. مش شرط يكون المدمن له علاقه بان البيئه المحيطه اللي حواليه تكون هي الاسره فيها لها علاقه بيها. بالظبط بالظبط. وبتيجي كمان الجزئيه بتاعت مقارنه، طب اصل اخوه مثلا مهندس، اصل اخوه طبيب، اخوه ده حد رياضي جدا وناجح، او اخته مهندسه، او اخته مش عارف طبيبه في كذا، او اخته كليه كذا، او الكلام ده كله. فهي القصه هنا بتكون اول عنصر بيكون مفاجئ جدا عند الاسره. اللي بيحصل هنا عند الاسره ان هي مش بتعترف ان في مشكله. وانا بشوف ان دي اكبر مشكله في حد ذاتها من البدايه، ان هي بيبقى عندها شبه ان هم بيبقوا في انكار، في دينايل. ايوه صح، بيبقى عندهم انكار اصلا للسيتويشن او للحاله نفسها، بناء على اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هي المقارنات، احنا مش كذا او كذا او كذا او كذا. وتبدا الاسره هنا بتتوجه لحلول بديله كتير جدا، وليس هو الحل اللي المفترض او ان اللي احنا بنبقى محتاجين ناخده. من ضمن الحلول البديله انه طب احنا مثلا هنسافر، طب ده مش حل على فكره، ده مش علاج. طب احنا مثلا هنطلع عمره، طب كويس والله العمره كويسه وثوابها حاجه كويسه جدا، ولكن احنا برضو ما عالجناش. يعني تخيل حضرتك مثلا لو حد بيعاني مثلا من ضغط او من سكر او من قلب مثلا، تعالى اخرجك شويه هترجع احسن، بس من غير دواء، متخيلين كده؟ واخده بالك؟ فمش هيتعالج، يعني احنا مش هيبقى في علاج، هي بتبقى عمليه تسويف او تاجيل، او بنقول ان هي بمثابه المسكن بس يعني. وانا هنا بعذر الاسر جدا جدا، لان هي فعلا بتبقى مشكله كبيره جدا، بيج بروبلم، يعني حاجه كبيره جدا. صدمة. فالرساله اللي انا عايز اوصلها النهارده للاسره، قبل ما نقول هي دورها ايه في العلاج، ان هي حته المقاومه اللي بتبقى جوه الاسره نفسها، او حته الانكار وعدم الاعتراف ان انا اوريدي عندي مشكله، دي بتخلي عمليه العلاج بتطول جدا. ليه؟ لان خدي بالك اللي احنا بنتكلم فيه في دقيقتين او في نص ساعه، هو بياخد وقت كبير جدا مع الاسره، وبياخد تنقلات كتير جدا من مرحله لمرحله لمرحله، وقرارات بقى ومداولات على ما نوصل ان هو ياخدوه يتعالج مثلا في مركز، وقرارات كتير جدا. وانه طب احنا يعني في بعض الناس، طب احنا هنوديه لشيخ يرقيه، طب احنا مثلا اصل هو لا. فالحاجات دي مع احترامي جدا ان هي، بس ده مش العلاج، ده مش علاج. فدي بتاخد وقت كبير جدا جوه الاسره نفسها، على ما نبدا نشوف لا احنا عم تبدا الاسره نفسها تعترف ان او تقبل ان في مشكله فعلا. الجزئيه دي بيبقى يعني عمليه التسويف اللي بتحصل دي في الوقت ده، او التاجيل او عدم القبول،
بيبقى فيه من ورا منها خسائر كتير جدا. المشكله ان احنا لما بنتفاجئ بالمشكله نفسها بيحصل في دماغنا ايرور كده، ما بنبقاش مركزين بالظبط. فالجزئيه دي بتخلينا نستنزف ماديا اكتر، ونستنزف صحيا اكتر، ونستنزف نفسيا. الوضع بيزداد سوء بقى كمان، ما بنلحقوش بقى، بنفضل نتاخر بيه، فالوضع بيبقى سيء على كل النواحي. بالظبط. اللي انا عايز اقوله على فكره هو المرض او مرض الادمان او المدمن هو طبيعته زي اي مرض على فكره. يعني مش مثلا ان هو وصمه او ان هو انحلال اخلاقي او ان هو انحراف سلوكي. بالعكس، ده هو ممكن يجي نتيجه اكتئاب كمان. بالظبط. يعني ممكن يكون حد عنده اكتئاب شديد جدا فياخد ادويه كتير، يدخل يبقى مدمن، بيتصنف ان هو ادمان، بس هو يعني ابعد ما يكون عن اخلاقيات مثلا سيئه او كده. الله ينور عليك. لما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ان هو بيبقى راجع على يعني حاجه اسمها الخواء النفسي او الهشاشه النفسيه. فده من العوامل او من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لحته اللجوء او الهروب او الدخول في دايره او عجله الادمان. اللي انا عايز اقوله برضو في الحته دي اكمل فيها شويه، ان المريض نفسه بعد ما يعني انا كنت بتكلم دلوقتي على حته الوصمه نفسها، واخده بالك، ان الاهل ما تبقاش قابله ده. هو على فكره حته الانحلال الاخلاقي او الانحراف السلوكي هي دي بتكون نتيجه اصلا بما ان انا خلاص دخلت الحته بتاعه الادمان او المرض او ان انا بقيت مدمن. فبينتج عنها حته الانحلال الاخلاقي وحته الانحراف السلوكي، لان هو سيكولوجيا المريض نفسه بيتغير. يعني السيكولوجيه الفكريه نفسها بتاعه المريض هي بتتغير، بتعمل يعني وكانه بيدخل في روتين مختلف تماما عن روتين حياته اللي هو كان متعود عليه. الروتين بقى اللي هو طب انا هاخد المخدرات ازاي، او انا هحصل عليها ازاي، او هاخدها فين وامتى ومع مين وازاي. فبيبدا ان هو الروتين بتاعه يتغير تماما، تحول لشخص اعتمادي تماما على الماده المخدره. فبالتالي بينتج هنا بعض الانحرافات او الانحلال الاخلاقي او الانحرافات السلوكيه. يكذب او يراوغ، يعني ما يبقاش، يبقى اناني، ما يبقاش فارق مع حد. دي العلامات بقى اللي بنعرف منها ان هو بدا يبقى فيه حاجه غلط، نبدا نشك بقى، صح كده؟ المظاهر بقى دي. دي العلامات بتاعتنا اللي احنا ممكن لو انا ابني حاسه ان هو في تغيير في سلوكه من اعراض دي ابدا اشك. بالظبط. يعني مثلا بدا يقلب يومه، اكله ما بقاش مظبوط، مصاريفه طبعا بتكتر، المصاريف بتاعته زادت. طبعا. بدا يبقى مهمل مثلا في السمت بتاعته او في شكله او في مظهره. صحيا كمان بيبان عليه، صحيا بيبان عليه جدا. المخدرات دي يعني بتستنزف او بتستنزف البني ادم فعلا. ايوه. او ان هو مثلا الدراسه بتاعته بدات ما تبقاش احسن حاجه، او عمله ما يبقاش احسن حاجه، او ردود الفعل نفسها جوه الاسره نفسها من سلوك هم مش معتادين عليه، فهم بيستغربوا جدا. يبقى قاعد مثلا وحد بيتكلم ما حصلش حاجه، فتبص تلاقيه اندفع جدا، غضوب جدا، متهيج بشكل ما. فمهم جدا ان احنا نوصل الجزئيه دي للاسره لما يقابلنا كده او يصادفنا كده. احنا محتاجين نتوجه على الفور، مش لحلول بديله زي ما احنا بنقول. يعني الهدف من اللي انا بقوله اللي انا انقل وعي واستبصار كافي للاسر نفسها لما يكون في عندي المشكله دي. انا محتاج اتوجه على وجه السرعه للمختصين، للمسؤولين. هروح العياده النفسيه، هروح المركز الصحي، هروح للطبيب النفسي كذا. ده اللي انا بحاول او اللي انا عايز اوصله النهارده لاي اسره لما يحدث عندها هذا النوع او هذه المشكله جوه الاسره، سرعان ما نتوجه الى المختصين، الى المسؤولين اللي يقدروا يساعدونا في مشكلتنا. ده جزء مهم جدا قبل ما نعرف اصلا دور الاسره ايه، لان الاسره بعد كده بيبقى ليها دور كبير جدا في العلاج، انها كمان تكمل معاه بعد التعافي. يعني ده هي الاساس، هي الاساس في كل حاجه. هو بيبقى منقسم لجزئين بصراحه. يعني جزء ان احنا بيبقى فيه تحالف طبعا، تحالف علاجي مكون من ان الاسره بتبقى موجوده وداعمه، وان الشخص اوريدي دخل التاهيل النفسي، وان الفريق العلاجي بيبدا يعرفه بقى ويفهمه يعني ايه مرض ويعني ايه علاج. في الستبس اللي احنا بنمشي بيها. وفي نفس الوقت الجزء الثاني بتاع الاسره ان هي كمان بتكون
تأزمت نفسيا. أوه. فهنا بتكون محتاجة مننا احنا كفريق طبي وفريق علاجي ان احنا ندعم الأسرة، نبقى كفريق دعم ومساندة ليها اثناء مرحلة العلاج بتاعة المريض نفسه. أيوة. لان هم بمثابة المريض هم مأذيين جدا. أيوة. هم في حتة يعني لا تقل عن المريض نفسه، عن المريض نفسه. فبيبقوا محتاجين مننا، وده يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنتميز بيه في الاماكن بتاعتنا. أوه. اللي احنا مش بناخد المريض وخلاص على كده، لا احنا بناخد المريض وبناخد الاسره اللي معاه، لان الاسره دي هي محتاجه دعم نفسي ليها اولا علشان اصلا المشكله اللي اتحطت فيها بالزبط. وفي نفس الوقت الاسره نفسها بقى تعرف يعني ايه اصلا المرض. أيوة لان صح. هي كان عندها احكام كتير جدا على المفهوم نفسه مش قادره تقبله لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت علشان ما نبقاش في عندنا نفس الاخطاء اللي قد تكون صدرت. أيوة مننا صح. بوعي او بغير وعي. ايوه فبنعمل التحالف ده علشان نكمل نعدي بيه المرحله بالظبط، عشان نكمل المسيره بتاعت العلاج، عشان نكمل عشان ممكن يكون في مشكله اصلا في الاسره نفسها، هو تعبان منها، هم مش شايفينها او مش مدركين انها هي اللي ودته للطريق ده، فلازم حضرتك بتاهل المريض والبيئه المحيطه بتاعته. بالظبط. الله ينور عليك. صح, صح جدا. احنا طيب ايه اصعب الحالات اللي عندكم في المركز او اللي بتواجهوها مع المدمنين او المتعاطين؟ والله بص، هي يعني بدون تعميم قوي بس مثلا 80-90% من بدايه دخول المريض جوه العلاج او جوه المكان العلاجي احنا بيحصل عندنا كده المريض نفسه بيبقى عنده مقاومه شديده جدا. أوه. مقاومه عاليه جدا اصلا تجاه العلاج. ليه؟ لان الحياه اللي هو كان فيها قبل ما يدخل العلاج هي حياه بلا مسؤوليه. ايوه يعني ما فيهاش اي التزام. وفي نفس الوقت هو انت بتدخليه مكان علاجي علشان جزء من العلاج ان هو هيتحمل مسؤوليه. فبيبدا المريض بيبقى عنده مقاومه شديده جدا. المقاومه دي بيبدا المريض نفسه يعني بنقول عليها بيلبس ماسك او بيراوغ كده، ان انا مثلا انا كانش مخدري كتير او ما كان نوع المخدر بتاعي، يبدا ان هو يهون منه. زي مثلا كنت باخد حاجه مش خطر قوي. خاصه مثلا معظم الناس تقول لك اصل الحشيش مش ادمان. أيوة. اصل الترامادول مش ادمان. الترامادول مش عارف ايه، بيقعد يصنفه وهو في الاخر كلها هي كلها باكج على بعضها. يعني هو مفيش تجزئه في نوع مخدر، لو حتى كونجستال ايوه يعني صح، او حتى نايت كالم اللي الناس دلوقتي اصلا يعني سبحان الله في ناس كتير جدا بتاخد نايت كالم ده عايشين عليه عليه، والدوزز بتاعته يعني بتعمل مشاكل كبيره جدا لدرجه ان المريض نفسه بيفقد صح السيطره صح على اماكن يعني صح على كل حياته. صح صح بيفقد السيطره فعلا على الجوانب صح الحياتيه بتاعته. صحيح فعلا. والحته بقى بتاعه المقاومه دي بتاعه المريض نفسه جوا المكان، فبيبدا ان هو يبرر او ان هو يراوغ او الكلام ده كله. ليه؟ لان هو بيبقى عنده توقع او بيبقى عنده توقعات واحكام. هو انا رايح فين؟ هو ايه اللي انا رايح له؟ الحياه اللي انا داخل عليها دي انتوا عاوزين مني ايه هنا؟ او انتوا هتطلبوا مني ايه هنا؟ ببساطه احنا بنديله بريف كده لما بيخش عن شكل العلاج ايه. تمام. طبعا احنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى في الاماكن بتاعتنا بنتميز بحاجه كده اللي هي روح المكان نفسه. روح الفريق نفسه. ايوه. فريق داعم وفريق محب. وفريق عنده الشغف ان هو طول الوقت يبقى اكتف وان هو يدعم ويساعد الناس. لان احنا برضو يعني الشعار بتاعنا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، واخد بال حضرتك؟ فبنبدا نديله كده ايه يعني بريف كده ان الدنيا بيحصل فيها ايه. فهو بيتفاجئ هنا، هو انا هنام بميعاد؟ هو انا هصحى بميعاد؟ طب واحنا عندنا هنا الرياضه مثلا بميعاد؟ طب عندنا الاكل بميعاد؟ طب انا طبعا اكيد بتعملوا كلوز قوي على الجانب الديني طبعا، الصلاه، الحته دي انا بحس انها بتحمي شبابنا بطريقه لو في علاقه بين الشخص وربنا طول الوقت عمره ما هيتجه للطريق ده. الحته دي اكيد بتدعموها عندكم في هرد عليكي فيها. هكمل الجزئيه بتاعت ان المريض نفسه والمقاومه الشديده بتاعته. لان دي بصراحه انا بشوفها يعني هي اكبر حاجه او اكبر مشكله بتواجهنا جوه المكان العلاجي. حته المقاومه نفسها. ازاي بس ان احنا نوصل من حته المقاومه دي ان المريض يبقى عنده دافعيه تجاه العلاج؟ ده بياخد شويه وقت وبياخد شويه مجهود
من الفريق وفي نفس الوقت بصراحه من المريض نفسه على ما يبدا يستبصر ويبقى شايف ان في مشكله فعلا وان انا لازم اخف فعلا متعادل. هو القصه كلها انا بس محتاجه ان هو يشوف ان في مشكله بمجرد ما بيشوف ان في مشكله خلاص بتتوالى الاحداث هيساعد معاك انه يتعالج لان هو لما بيشوف ان في مشكله فاذا ان هو بيعترف بيها يعني هو اعترف بالمشكله صح فلما بيعترف بالمشكله اذا انا محتاج مساعده صح فلما بيطلب المساعده اذا هيبقى عليها مسؤوليه الموضوع بيبقى اسهل شويه من ان هو عنده انكار للموضوع بالظبط 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 ردا بقى على الجانب الروحاني الجانب الروحاني جزء لا يتجزا من العلاج لان احنا ما ينفعش ما يبقاش عندنا قوه عظمى في حياتنا ايا كان هو يبقى عندي جانب روحاني في حياتي والمكان عندنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بيتميز بحته الشغل على الجانب المعرفي والجانب السلوكي والجانب الوجداني اللي هو الجانب النفسي والجانب الروحاني الاربع محاور دول ما ينفعش ان احنا نخل بجزء منهم يعني لو خلينا بواحد التاني مش هينفع لو خلينا بالتاني التالت مش هينفع فهم الاربع محاور دولت هم اساس التأهيل او اعادة التأهيل مرة اخرى للشخص نفسه لان هو بتبقى يعني شبه ان الهوية بتاعته ما اتبنتش هو ما عندوش هوية يعني الهوية بتاعته الداخلية نفسها او السيكولوجية نفسها او الفكرية او النفسية هي يعني هشة جدا مش عايز اقول ان هي متدمرة فعلا فلازم طبعا نشتغل على الاربع جوانب دولت لا يتجزأ منهم اي جزء عن الاخرين حتة بقى مهمة جدا عايزين نتكلم فيها يا استاذ عطية خلاص هو اتعافى وتأهل ان هو هيبدأ يطلع تاني يمارس حياته ويشتغل وينزل بقى يتعامل مع الناس نظرة الناس ليه بتبقى ممكن محبطة احيانا ان هم شايفين ان هو مدمن وده كان مدمن يعني ده بيتعاطى ده بتاع مخدرات وكلام بقى يعني ممكن يحبطه ممكن يأثر عليه ممكن يدخله في اكتئاب يوديه تاني ان هو انتكاسات رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ طيب هو قبل ما نرد على بعد التعافي او الخروج منه في جزئية مهمة جدا هي نظرة المجتمع في الوقت الحالي يعني قبل العلاج نفسه نظرة المجتمع في الوقت الحالي ايه؟ يعني خليني ندي لحضرتك مثلا لو احنا ماشيين دلوقتي في الشارع مثلا وحد اغمى عليه فالشكل نفسه بيبقى باين لو ده حد مثلا اغماء سكر او اغماء مثلا ضغط او حاجه زي كده فبتبص تلاقي الناس كلها التفت حواليه وجابت كرسي واللي بيقعد واللي بيشرب ميه ومش عارف ايه وكلام من ده كله طيب نفس التشابه بالظبط لو انه ده شخص تمام ماشي وجاله مثلا حاله اغماء وهو يبدو عليه ان هو واخد مخدرات او انه المخدرات عملت حاجه اسمها اوفر دوز خلاص فجاله حاله اغماء او تشنجات ايه اللي بيحصل المجتمع نفسه بيتعامل مع ده ازاي يعني مش عايز برضو يكون فيها تعميم بس بعض الناس ما بيبقاش عندها الحته او نفس الشكل الرغبه انها نفس الكونسبت ان هي اتعاملت بيه مع مريض السكر ومريض الضغط اللي جاب له كرسي واللي بيشوف له حاجه يشربها واللي بيقعده ومش عارف ايه هنا الحته هنا الحته دي هي اللي فيها الرفض المجتمعي من بعض الناس او في حته التعامل نفسها معاهم مع المريض نفسه علشان احنا برضو الثقافه بتاعتنا ما فيهاش حته ان هو ده مريض على فكره هو اللي حصل ده صح. هو مش حابب يكون كده صح. هو ممكن يكون عايز بس مش عارف ده بقى اللي بيتعاملوا معاه بان هو مجري مش مريض يعني صح انا اسف والله بيتعاملوا معاه ان هو يعني اكثر من المجرم شويه ان هو حاجه كده يعني لا موصومه ايوه صح منبوذ اصلا بالظبط بالظبط برضو بدون تعميم لا في ناس بتبقى فاهمه وبيبقى عندها وعي وبتهتم بس النسبه الاكثر لا ما بتبقاش مرفوض ان هو مرفوض ما بتبقاش داعم ردا بقى على الجزئيه بتاعت بعد التعافي وبعد الخروج للمجتمع مره اخرى هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا المريض نفسه بعد ما بيخرج وبيقابل المجتمع وبيبدا يحتك بيه وبيبدا يتعامل مع الناس انت مش متخيله الانطباع اللي بيرجع بيه وبيكون انطباع ايجابي جدا مش انطباع سلبي وبيبقى في حاجه هنا مزدوجه المعايير شويه بمعنى ايه لما بيرجع المكان بتاعته او المنطقه بتاعته او الكلام ده كله
بيلاقي مثلا ان من عايز اقول لحضرتك الناس بتيجي تشارك بعد كده من اول بتاع السوبر ماركت لبتاع الجراج لحارس العقار، مثلا مش عارف كنت بشرب مش عارف قهوه في مكان معين فبتاع الكافيه نفسه، بتبص تلاقي الناس بتقول له ايه بقى؟ الحمد لله على السلامه، انت وحشتنا، يضحكوا بقى في وشه وضحك حلو. الحمد لله على السلامه. وهنا الحته اللي انا بتكلم فيها مزدوجيه المعايير ايه؟ المريض نفسه بيشوف ايه ده؟ هي الناس دي كلها، هنا بقى عنصر المشكله، هي الناس دي كلها كانت شايفه وعارفه وكانت بتتعامل معايا بنفس الشكل عادي خالص، وقطع عليا بلغه البرنامج يعني، وانا بقى الوحيد اللي ما كنتش شايف الكلام ده كله. أيوة. وكنت بقول ان الدنيا على ما يرام. انت واخده بالك؟ دي الحته المزدوجه، ان المريض نفسه اثناء التعاطي نفسه او اثناء اخذ المخدرات هو بيبقاش شايف ان كل المحيطين بيه شايفين المشكله، وهو الوحيد اللي بيبقى شايف ان هو شخص جميل، ان الدنيا كويسه وكل حاجه على ما يرام. فهنا بيجي بقى ده بيكون جزء من الدعم كمان للمريض نفسه بعد التعافي. شباب كتير جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بيرجعوا من طبعات ايجابيه جدا، ان حصل معايا واحد اتنين تلاتة، وفي نفس الوقت بيكون جزء داعم ليه جدا لما بيقول انه الناس كانت عارفه المشكله وبالرغم من كده انا كنت ناكرها، والنهارده الناس لما شافتني في الحته اللي انا فيها ما قالتليش على الماضي بتاعك اللي انت كنت وحش او اللي انت كنت مؤذي او 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 الكلام ده كله، بل بالعكس الناس قالت لي الحمد لله على السلامه، ايوه كده، ده انت يا احمد بتاع زمان، ده انت محمد بتاع زمان، ده انت ابراهيم مش عارف، واخده بالك انت؟ وبيكون ده جزء داعم جدا للمريض مره اخرى. بلس انه الناس دايما طول الوقت يعني احنا بطبيعتنا او بثقافتنا او بحبنا وبشغفنا وبعشرتنا كمصريين كده، اللي احنا يعني دايما بنحب اللي احنا فينا روح المساعده. أيوة. فينا روح الدعم. أيوة فينا طبعاً. فينا روح السند. ايوه صح، فينا اللي احنا جدعنا. حد. أيوة. لا احنا هندعم ده. فده بيكون انطباع جيد جدا عند المريض نفسه ان هو كمان بيقدر يمارس حياته بشكل كويس. كلمة أخيرة بقى نقولها لكل شاب بقى قاعد مع أصحابه بيعزموا عليه، بتبدأ بسجاير، بتبدأ مش عارفة بإيه الحاجات دي، تقول له إيه قبل ما نختم حلقتنا؟ بصي، هو يعني هي الجملة اللي أنا حابب اللي أنا أوجهها لو حد قاعد دلوقتي وهو بيعاني من المشكلة نفسها أو بيشرب وبيسمعني دلوقتي، عاوز أقول له يعني هقولها بمصطلحين يعني. ضربت قد إيه؟ بالك كتير بتضرب وستظل تضرب ومش هتشبع. يعني مرة واحدة لا تكفي وآلاف المرات لا تشبع. دوامة مش هتطلع منها، خلاص هتفضل تلف فيها تلف فيها، انت هتخسر صحتك شغلك حياتك بنفسك. بالظبط، مرة واحدة لا تكفي وآلاف المرات لا تشبع. حقيقي ادي نفسك فرصة وجرب. احنا بنشكر حضرتك والله، معلومات في غايه بجد، احنا اتعلمنا، انا واقفه بستفيد من حضرتك والله حقيقي بجد. بشكر حضرتك استاذ عطيه صبري، معالج نفسي وادمان، رئيس القطاعات العلاجيه التابعه لمؤسسه ريكفري للطب النفسي وعلاج الادمان بالاسكندريه، ومعالج وسوبرفايزر ومحاضر في مجال علاج الادمان. الف بجد يعني شكر على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده، واكيد لنا لقاءات مع حضرتك اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله. نورتني يا فندم. بشكر حضراتكم على المتابعة، إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج صباحك نور، دمتم في أمان الله.